السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنواصل في مادة الميكانيكا الهندسية، وذلك من خلال الشابتر رقم 6. في الشابتر هذا اللي هو عنوانه فريكشن، يعني الاحتكاك. طيب، خلال المحاضرة الأولى من الشابتر هذا هنشوف أول شيء مقدمة، وبعدين هنعطي تعريف للفريكشن. طيب، لو ناخذ مثلا الجسم هذا الأول موجود فوق الجسم الثاني هذا، يعني الجسم الأول هذا لو نحاول أن نحركه في الاتجاه هذا، لو يتحرك في الاتجاه هذا طبعا في الأول حنلاقي صعوبة. ليش؟ لأن يعني لو نبص على المكان هذا اللي هو مكان الاتصال ما بين الجسمين، هنلاحظ أنها الأريا هذه أو السرفس هذه هي سرفس يعني خشنة، يعني حتكون قوة تمنعه من الحركة. القوة هذه حنسميها الفريكشن. يعني إذا كان عندنا السطحين هذا في حالة اتصال، طبعا في قوة حتكون موجودة حتمنع الجسم من الحركة إذا كان نحاول نحرك الجسم الأول على الجسم الثاني. طيب، القوة هذه حنسميها فريكشن فورسز. هذا هو التعريف متاع الفريكشن فورسز. يمكن تكون مثلا الجسم في حالة انحناء، مثلا زاوية هذه تيتا. طبعا إذا كان الحركة بتكون في الاتجاه هذا، أكيد حتكون قوة هنا تمنع الجسم من الحركة في الاتجاه هذا اللي هي الفريكشن فورس. طيب، هنعرف الفريكشن فورس. مثلا لو ناخذ الجسم هذا الوزن بتاعه W، اللي هي طبعا الماس في الجي. طبعا في النورمال اللي هي السيبورت، يعني الدعم اللي هيحمل الجسم هذا، اللي هي قوة جاية من الجسم هذا. طبعا الحين هو في حالة سكون، يعني ما فيش حركة. إذا كان نحاول نجيب قوة من الناحية هذه علشان نحركه في الاتجاه هذا، طبعا أكيد فيه قوة حتمنع الجسم هذا من الحركة اللي هي موجودة على السطح هذا اللي هو سطح الاحتكاك. القوة هذه اللي هي قوة الاحتكاك. لكن القوة في هذه لو يمكن تكون يعني أقل من القيمة هذه أو أكثر. طبعا إذا كان نحاول نرفع في القيمة متاع القوة بي، طبعا احنا قد ما نرفع القيمة متاع الفريكشن حترتفع. يعني شايفين الفولوشن متاع القوة حسب البي، شايفين ترتفع حتى لين توصل للماكسيموم. يعني ايش الماكسيموم؟ بتكون القيمة متاع القوة اف ام الماكسيموم، ما نقدر نزيد اكثر منها. في الحالة هذه يعني الجسم لسه في حالة إكليبروم، يعني في حالة سكون ما يتحرك. لكن إذا كان زيد الرفع أكثر في القيمة متاع القوة بي هذه أكثر من الاف ماكسيموم هذه، طبعا الجسم حيتحرك، حنصبح في حالة حركة، لكن حيبقى الاحتكاك موجود، لكن القيمة متاعه تنقص شوية تصبح ثابتة، حنسميها اف كي. يعني في نوعين، لما يكون الجسم في حالة سكون يعني في قوة احتكاك حتوصل يعني للفاليو ماكسيموم اللي هي الاف ام، ولما يكون في حالة حركة حتكون الـ FK هي قيمة اللي يعني قوة الاحتكاك، لكن لما يكون الجسم في حالة حركة. يعني إذا كان بيكون الـ P قيمتها ترتفع، يعني الجسم حيوصل لحالة يعني إكيليبرو، لكن الماكسيموم متاع الـ FM هذه حتكون قيمته ميو S في الـ N. طبعا الـ N اللي هي النورمال هذه، والميو S اللي هو نسميه معامل الاحتكاك. هذا هو القانون الأول اللي يخص الاحتكاك. القانون الثاني، طبعا القوة حتختلف هنا، حتصبح الـ FK لأنها جاية من كلمة الحركة اللي هي كاينيتك. يعني الـ FK بتكون ميو كي في النورمال، الميو كي اللي هو معامل الاحتكاك في حالة الحركة. يعني في قانونين، القانون الأول بتكون الـ FM ميو S في الـ N. الـ S ليش؟ لأنها جاية من كلمة static، يعني ثابت في حالة سكون، يعني معامل الحركة في حالة سكون. نضربه في النورمال بنحصل على الـ FM الماكسيموم. لما يكون الجسم في حالة حركة طبعا حيبقى موجود الاحتكاك، لكن حنسميها FK، والمعامل حيتغير حيصبح اسمه ميو K في الـ N. طيب، الحالتين يعني اللي شفناها من الحين، الـ FM تساوي ميو S في الـ N، والاف كي تساوي الميو كي في الان. لكن المشكل هنا في الميو اس والميو كي. الميو اس والميو كي زي ما شفنا هما يعني بنسميهم معامل الاحتكاك، اللي هي خاصيه فيزيائيه متاعت المواد. مثلا لو ناخذ مثلا متل على متل، مثلا جسمين الاثنين اللي هما يعني في حاله احتكاك بيكون متل. طبعا قيمه الكوفيشن هذا متاعت الفريكشن اللي هو الميو اس هذا، قيمته تتراوح ما بين 15% و60%. نفس الشيء لو ناخذ مثلا متل وود، يعني بتكون
ما بين 20% و60%. شايفين يعني على اختلاف احتكاك المواد يعني بتكون قيمة الميو اس هذه. لكن في علاقة ما بين الميو كي والميو اس، تقريبا الميو كي اللي هو معامل الاحتكاك بتاع اي بتاع الجسم هذا، اللي هو يساوي تقريبا 75% من الميو اس. طيب هذه مجموعة من الأمثلة على الأجسام لما تكون في حالة احتكاك، وهذه مجموعة يعني من الأمثلة على قيمة المعامل الاحتكاك هذا. طيب اليوم نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في محاضرة قادمة، وشكرا لكم.